تعرف على التقويم الميلادي، ترتيب أشهر السنة الميلادية وأسباب تسميتها. إن للتقويم الميلادي جذور قديمة تعود إلى التقويم الروماني أو اليولياني، والذي قام يوليوس قيصر بإدخاله في سنة 46 قبل الميلاد، حيث أخذ هذا التقويم من مصر. فقد كان للفراعنة تقويم شمسي يقسم السنة إلى 12 شهرا مع أيام كبيسة. ويعرف التقويم الميلادي أيضا باسم التقويم الجريجوري أو المسيحي، وهو التقويم المعتمد من قبل أكثر دول العالم. يطلق على التقويم الميلادي هذا الاسم لأن عد السنين فيه يبدأ من سنة ميلاد السيد المسيح عليه السلام. ففي منتصف القرن السادس دعا الراهب ديونيسيوس أوكسيجونوس إلى وجوب اعتماد ميلاد المسيح كبداية للتقويم، ولاقت دعوته القبول، ويسمى التقويم الميلادي أيضا بالتقويم الجريجوري، وذلك نسبة إلى بابا روما في القرن السادس عشر، وهو البابا غريغوريوس الثالث عشر، حيث قام بتعديل نظام الكبس في التقويم اليولياني ليصبح على النظام المتعارف عليه حاليا. وقد قُبل التقويم الجديد بالرفض في بداية الأمر من قبل بعض الدول غير الكاثوليكية كبريطانيا والدول الإسكندنافية وهولندا، والتي بقيت معارضة له حتى القرن الثامن عشر، إضافة لمعارضة بعض الدول الأرثوذكسية له، وذلك حتى مطلع القرن العشرين. وقد اعتمد التقويم الجريجوري أولا في روما، ثم في فرنسا وإسبانيا والبرتغال. أما إنجلترا فاتبعته سنة 1752، واليابان سنة 1872، والصين حتى سنة 1912، وروسيا 1917، وأخيرا اليونان ورومانيا سنة 1923. وتجدر الإشارة إلى أن الكنائس الشرقية والأرثوذكسية ظلت تحتسب بعض الأعياد والمناسبات الدينية وفقا للتقويم القديم، وهو تقويم يوليان. ولذلك يوجد اختلاف في إعلان عيد الفصح بين الكنائس المسيحية. إضافة لذلك، فهناك عدد قليل من الدول التي لم تستعمله حتى الآن. في البدايات كان التقويم الروماني يتألف من 10 أشهر فقط في السنة، حيث اعتمد الرومان في ذلك على التقويم اليوناني القديم، لكنهم فيما بعد قاموا بإضافة شهرين آخرين، وهما يناير كانون الثاني وفبراير شباط، وتمثل السنة الميلادية دورة كاملة للشمس، لذلك فهي سنة شمسية، ومدة هذه الدورة هي 12 شهرا. وبذلك فإن السنة الميلادية تتألف من 12 شهرا، ويتألف كل شهر من 30 يوما أو 31، وذلك باستثناء شهر واحد، وهو شهر شباط، حيث يتألف من 28 يوما، وقد يأتي 29 يوما، وحينها تسمى هذه السنة بالسنة الكبيسة. وبذلك فإن عدد أيام السنة كاملة هو 365 يوما في السنة العادية، و366 يوما في السنة الكبيسة. يعود منشأ أسماء الشهور الميلادية إلى إمبراطورية روما القديمة، حيث تم تسمية بعضها كنوع من التمجيد للآلهة الرومانية ووفقا للأساطير الخاصة بهم. كما تم تسمية شهرين على اسم قائدين عظيمين من قادة الرومان تمجيدا لهما، وهما يوليوس قيصر وأغسطس. لنبدأ بالشهر الأول، وهو بالسريانية كانون الثاني واسمه المعرب المشرقي يناير، وبالإنجليزية جانيوري، وعدد أيامه 31 يوما. تعود تسمية شهر يناير إلى جانوس، إله المداخل وإله الشمس، وهو الإله الذي يحرس أبواب السماء، أو إله البدايات والنهايات، أو إله الحرب وفقا للميثولوجيا الرومانية، وهو من أصل لاتيني ومعناه الباب يونيا، حيث أن يناير هو باب الدخول إلى السنة. وهذا الشهر من الشهرين اللذين قام الرومان بإضافتهما إلى تقويمهم، ثم فيما بعد بدأ الاعتقاد لديهم أن هذا الشهر هو أول شهور العام، فاعتمدوه كأول شهر في السنة. ويسمى يناير في بلاد الشام باسم كانون الثاني، وهو من التسمية السريانية كانون أحراي، ويقال بأنه مشتق من جذر سام مشترك هو جذر كن، ويعني الأساس والثبوت والاستقرار، لأن الناس ينقطعون فيه عن العمل ويكنون في بيوتهم. الشهر الثاني بالسريانية شباط، واسمه المعرب المشرقي فبراير، وبالإنجليزية فبروري، وعدد أيامه 28 يوما أو 29 يوما في السنوات الكبيسة. وتعود تسمية شهر فبراير إلى فبروس،
إله النقاء الروماني أو نسبة إلى فبراور الذي يعني التطهير، حيث كان الرومان يقيمون عيدا من أجل التطهير من الأرواح الشريرة والترحيب بالصحة والخصوبة، فيقوم الناس بالاغتسال وفقا لطقوس وثنية. وشهر مارس هو الشهر الثاني الذي قام الرومان بإضافته إلى تقويمهم، ووضعوه بعد شهر يناير مباشرة، ويسمى فبراير في بلاد الشام والعراق باسم شباط، وهو مشتق من الجذر السيرياني شبطة، والذي يعني الضرب والجلد والصوت، أو يعني الهبوب الشديد للرياح. الشهر الثالث بالسريانية آذار، واسمه المعرب المشرقي مارس وبالإنجليزية مارش، وعدد أيامه 31 يوما. وتعود تسمية شهر مارس إلى ماريسيوس إله الحرب الروماني، حيث كان الرومان يعتقدون أنه يجلب الحظ لبدء الحروب فيه، ويسمى مارس في العراق وبلاد الشام باسم آذار، ويعود أصل التسمية إلى البابلية رودا، حيث كان يتم تكريس هذا الشهر للإله آشور أبي الآلهة، وقد تم اشتقاق الكلمة من جذر هدرة، وذلك لما يحدث من عواصف وسيول وهدير، ولا زال البعض حتى الآن يسمونه آذار الهدار. الشهر الرابع بالسريانية نيسان، واسمه المعرب المشرقي أبريل وبالإنجليزية أبريل، وعدد أيامه 30 يوما. وتعود تسمية شهر أبريل إلى الاسم اللاتيني أبريليس، والتي تعني الثاني، حيث كان أبريل هو الشهر الثاني عند الرومان وفقا للتقويم القديم. كما يقال أن تسمية أبريل مشتقة من كلمة أبيرير، والتي تعني التفتح، وذلك كدلالة على مظاهر الربيع التي تتجلى في هذا الفرد في هذا الشهر عفوا. ويذهب البعض إلى القول أنها مشتقة من الكلمة الإتروسكية أبرو، والتي تعني إله الحب أفروديت. ويسمى أبريل في بلاد الشام باسم نيسان، وهو اسم دخل على اللغة الآرامية من اللغة الأكادية، ومعناه البدء والتحرك. ووجه هذه التسمية استهلال السنة الدينية المقدسة به، ونيسانك في اللغة السومرية معناها الباكورة، ني معناها شيء، وسانك يعني أول أو رأس الشيء. الشهر الخامس بالسريانية أيار، واسمه المعرب المشرقي مايو وبالإنجليزية ماي، وعدد أيامه 31 يوما. وتعود تسمية شهر ماي إلى مايا الآلهة اليونانية ووالدة الإله عطارد، ففي هذا الشهر يبدو كوكب عطارد جليا في السماء، وترمز الآلهة مايا إلى الشرف والمهابة، وعند البعض للنضج والخصب والتبجيل، والتي كانت تتطابق مع الآلهة بونادية، وهي آلهة الخصب الرومانية، والتي كان يتم الاحتفال بها في شهر ماي. ويسمى ماي في بلاد الشام والعراق باسم أيار، وهي كلمة بابلية الأصل معناها الضياء أو النور، كما قد تعني الزهر، ويقصد بذلك زهر فصل الربيع. الشهر السادس بالسريانية حزيران، واسمه المعرب المشرقي يونيو، وبالإنجليزية جون، عدد أيامه 30 يوما. وتعود تسمية شهر يونيو إلى الكلمة اللاتينية جونيوس، والتي تعني الشباب، حيث تكثر في هذا الشهر حفلات الزفاف أو يحتفل فيه بأعياد الشباب. كما يقال أن تسميته مشتقة من اسم الآلهة جونو، وهي ملكة الآلهة الرومانية وزوجة جوبيتر المشتري طبقا للأساطير القديمة. ويسمى يونيو في العراق وبلاد الشام باسم حزيران، وهي كلمة سريانية تعني الحنطة والسنابل، وذلك لوقوع موسم الحصاد في هذا الشهر. الشهر السابع بالسريانية تموز، واسمه المعرب المشرقي يوليو، وبالإنجليزية جولاي، وعدد أيامه 31 يوما. وتعود تسمية شهر يوليو إلى الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر جوليوس كازر، وقد كان اسم هذا الشهر كونتيليس، وهي كلمة رومانية تعني الخامس، حيث كان ترتيبه الخامس بين شهور السنة الرومانية، ووفقا للتقويم القديم، إلى أن قام الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر بتغيير الاسم تخليدا لاسم عائلته. ويسمى يوليو في العراق وبلاد الشام باسم تموز، وهي كلمة بابلية مشتقة من كلمة أخرى سومرية، وهي دو ابن زي الحياة، دوزي، ومعناها ابن الحياة، وهو الإله السومري الذي يبعث من بعد الموت. وقد كان السومريون والأكاديين يكرسون هذا الشهر له ويقومون بعباداته.
الشهر الثامن. بالسريانية آب، واسمه المعرب المشرقي أغسطس، وبالإنجليزية أوغست، وعدد أيامه 31 يوما. وتعود تسمية شهر أغسطس إلى الإمبراطور الروماني أوغستوس أوكتافيوس، ولقبه أغسطس، وهو ابن يوليوس قيصر بالتبني. وقد كان اسم هذا الشهر سيكستيليا، وهي كلمة رومانية تعني السادس، حيث كان ترتيبه السادس بين شهور السنة الرومانية وفقا للتقويم القديم، إلى أن قام الإمبراطور الروماني أغسطس بتغيير الاسم تخليدا لذكره. ويسمى أغسطس في بلاد الشام والعراق باسم آب، وأصل هذه الكلمة بابلي ويعني العداء بسبب الحر الشديد. كما يعتقد أن التسمية مشتقة من السريانية بمعنى غلال ومواسم أو ثمر ناضج، لأن شهر آب هو شهر جمع الغلال، ويرجعها البعض إلى كلمة آب والتي تعني النبات والكلاء. الشهر التاسع بالسريانية أيلول، واسمه المعرب المشرقي سبتمبر، وبالإنجليزية سبتمبر، وعدد أيامه 30 يوماً. وتعود تسمية شهر سبتمبر إلى كلمة سبتيموس، وهي كلمة رومانية تعني السابع، لأن هذا الشهر كان ترتيبه السابع بين شهور السنة الرومانية وفقا للتقويم القديم. ويسمى سبتمبر في بلاد الشام والعراق باسم أيلول، وقد ورد هذا الاسم في اللغة السريانية والعبرية، ويعود أصلها إلى اللغة البابلية، ويقابل جذره في العربية بمعنى الصراخ والعويل. ففي هذا الشهر كانت تقام المناحات على الإله تموز. الشهر العاشر بالسريانية تشرين الأول، واسمه المعرب المشرقي أكتوبر، وبالإنجليزية أكتوبر، وعدد أيامه 31 يوما. وتعود تسمية شهر أكتوبر إلى كلمة أوكتا، وهي كلمة رومانية تعني الرقم ثمانية، لأن هذا الشهر كان ترتيبه الثامن بين شهور السنة الرومانية وفقا للتقويم القديم. ويسمى أكتوبر في العراق وبلاد الشام باسم تشرين الأول، وقد ورد في السريانية تشري وتشراي، وهي في البابلية تشري توم، وتعود هذه اللفظة إلى جذر سامي مشترك يقابله في العربية شرعا، حيث كان هذا الشهر أول شهور السنة السريانية، وفيه يبدأ الناس بالشروع بالحرث والزرع قبل قدوم شهر كانون الأول. وأخيرا، فإن هذا اللفظ يطلق على شهرين، تشري قديم أي السابق أول، أو تشري حراي أي لاحق. الشهر الحادي عشر بالسريانية تشرين الثاني، واسمه المعرب المشرقي نوفمبر، وبالإنجليزية نوفمبر، وعدد أيامه 30 يوما. وتعود تسمية شهر نوفمبر إلى كلمة نوفا، وهي كلمة رومانية تعني الرقم 9، لأن هذا الشهر كان ترتيبه التاسع بين شهور السنة الرومانية وفقا للتقويم القديم. ويسمى نوفمبر في العراق وبلاد الشام باسم تشرين الثاني. الشهر الثاني عشر بالسريانية كانون الأول، واسمه المعرب المشرقي ديسمبر، وبالإنجليزية ديسمبر، وعدد أيامه 31 يوما. وتعود تسمية شهر ديسمبر إلى كلمة ديكا، وهي كلمة رومانية معناها الرقم 10، لأن هذا الشهر كان ترتيبه العاشر بين شهور السنة الرومانية وفقا للتقويم القديم. ويسمى ديسمبر في العراق وبلاد الشام باسم كانون الأول، وهي تسمية سريانية كنا قد شرحناها من قبل.